محمد شاب ثلاثيني أقلع عن تعاطي المخدرات بعد سنوات من الإدمان ووصول حياته العائلية إلى نهاية مغلقة التقيناه في عتمة الليل بناء على طلبه للحفاظ على خصوصيته محمد يقول إن المخدرات سببت له أوضاعاً اقتصادية ونفسية سيئة تعطيت حشيش تعطيت جوكر تعطيت كل شيء كل شيء تعطيت مجرد أنه حبوب أخذت ما كنت أفكر فيهم نهائي، مجرد إنه كانت تقول لي جيب بقية حليب أو فوط وأنت مروّح ما كنت أجيب، كنت أروح أشتري فيهم دخان، موضوع إني تركته صارت عندي مشكلة في البيت و... وعندي البنت وقعت في حادثة وصرت ما أفوت على بيتي إلا وإيدي فيها أغراض للأولاد، إيه شو بدها أغراض أجيب معاي مصروف على مجرد مصروف أحط لها بالوعي نواجه المخدرات شعار حمله مواطنون ومسؤولون في مسيره حاشده شارك فيها المئات من الرجال والنساء من مختلف الاعمار تهدف الى توعيه الشبان من مخاطر تعاطيها والترويج لها في ظل وجود جماعات متطرفه خارج الحدود تسعى الى تمويل عملياتها الارهابيه عبر الاتجار بالمخدرات ونعلم جميعا بان كافه المنظمات الارهابيه تمول نفسها عن طريق المخدرات لذلك بنلاحظ في اغلب الاوقات عندما يكون هناك حروب يكون هناك فوضى يكون هناك فوضى بالحدود بيستغلوها الاشخاص التجار اللي بيتاجروا في الموت للشعوب وبالتالي قواتنا المسلحه موجوده موجوده باستمرار على الحدود هذا النسيج اللي شاهدته بين انه كافه القطاعات المجتمع الاردني تعمل يدا بيد ضد افات المخدرات احنا سيدي بالنسبه لبرامج التوعيه عندنا في اداره مكافحه المخدرات لا تقل الاهتمام فيها عن برامج المكافحه هي مقاطع حيه من مسرحيه سم المخدرات والتي استوحيت من الواقع بطريقه ساخره توضح فيها دور العائله في توعيه الابناء من مخاطر هذه السموم ولانها توصل الانسان الى الهلاك في وقت تسعى فيه جماعات متطرفه خارج الحدود الى انعاش تجارتها على حساب الداخل الاردني تاتي جهود كهذه من اجل توعيه الشباب من مخاطر الترويج والتعاطي حفاظا على حياتهم حيدر العبدلي الحره عمان